عن وين درسنا اليوم؟ عن الأسيمتوت. عنا أسيمتوت فيرتيكال، أسيمتوت أوريزونتال، وأسيمتوت أوبليك. حنبلش بالأسيمتوت فيرتيكال. عنا الإكواسون، الإكواشن اللي هي X إيقال A، X إيقوال A، هي أسيمتوت فيرتيكال. يعني بنقول عنا أسيمتوت فيرتيكال إذا الليميت للإف إكس كون إكس تنفر A، يعني X tends to A، إيقال إيقوال بلس لانفيني بلس انفينيتي، أو ليميت للإف إكس كون إكس تنفر A بتساوي موان لانفيني ماينس انفينيتي. يعني يا هذا الشرط يا هذا الشرط. يعني الإكواسيون عن الإكس إيقال A، هذه الإكواسيون هذه الإكواشن بنقول عنا أسيمتوت فيرتيكال إذا كان متوفر عنا هذا الشرط أو هذا الشرط. طيب هنشوف هالشيء من خلال هالرسمة. الـ A هي عبارة، الـ A هي عبارة عن 1 2 3 and 2 3، هي عبارة عن رقم. طبعا حاعتبره هذا الرقم هو هو 1. انا هون حاكتب 1 ان الاكس ايجال ان، كمان هون ححط ان، حظبط على الرسمة هون كمان ان يعني 1. طيب يعني اكس بتساوي اكس ايجال ان، الاكس ايكوال ان، يعني هذه عبارة عن ايكواسيون لدروات للاين. طيب كيف نقدر نحددها؟ نطلع على الاكس تاع الاكس، ما هي الاكس ايجال ان، نطلع على الاكس اي اكس تاع الاكس. طيب في مجموعه من الارقام بيكون مثلا 1 2 3 4 1 2 3 4، نحن شو بنبحث على الان على الوان وين الان لحو هون، شو بنعمل؟ نعمل خط تكون بارلل على الايجراك بريم ايجراك بريم ايجراك. بهالشكل نحن رسمنا شو؟ رسمنا الدروات، رسمنا اللاين اكس ايجال ان، هيدا هو الاكس ايجال ان، شفتوا؟ هيدا هو الجي بارلل على الايجراك بريم ايجراك. طيب هذا هو اسيمتوت فيرتيكال. ليش اسيمتوت فيرتيكال؟ لانه اذا شفنا الكورب عن الاف اكس، هذه هي الكورب سي سي، اذا شفناها انه لما تكون الاكس رايحه عند الا، يعني الاكس عم تقرب عند الا، وين الاكس لحى الاكس، لما تكون عم تقرب على الا، على الا يعني هي هون مقصود فيها هي ان، احنا اتفقنا انه حناخذها هي ان، نفترض انه حناخذها ان، يعني عم نعطي اكزامبل هون. لا طيب انت بدنا نلاحظين انه الاكس عم تقرب عند الان لحال الكورب، هذه الان، ما هذه الان الاكس تاعتها، كل ما عم تقرب على الان، كل ما عم تقرب على هالدروات على هذا اللاين، كل ما عم تروح على لانفيني على البلس لانفيني، لحال الكورب راح على البلس لانفيني، طلع على البلس لانفيني، بس شو عم تقرب؟ عم تقرب على اكس تنفر ان، يعني اكس تاندز تو 1، يعني الاكس عم تقرب على الان وبنفس الوقت عم بتروح على اللانفيني، الكورب رايح على اللانفيني. طب انا يعني بهالشكل احنا شفناها عن طريق الرسمه. طيب ننتقل هلا على الاسيمتوت اوريزونتال. عنا الايكواسيون، الايكويشن ايجراك ايجال بي، هذه الايكواسيون بنقول عنا اسيمتوت فيرتيكال، هذا الدروات هذا اللاين بنقول عنه اسيمتوت فيرتيكال اذا كان الليميت للاف اكس لما تكون الاكس تنفر بلس لانفيني، يعني الاكس تاندز تو بلس انفينيتي، بتساوي شو بتساوي؟ بتساوي ب، البي يعني بتساوي مثلا معنا إجراك إيجال ب، بتساوي نفس الرقم اللي هون. أو إذا كان الليميت للإف إكس كون إكس تنفر موان لانفيني، يعني ماينس إنفينيتي، شو بتساوي؟ كمان بتساوي ال ب. يعني يا هذا الشرط يا هذا الشرط. يعني الإجراك إيجال ب هالإكواسيون تاعت الدروات تاعت اللاين، بنقول عنا أسيمتوت أوريزونتال، بنقول عنا أسيمتوت أوريزونتال أمتى؟ لما بكون متوفر عنا هذا الشرط أو هذا الشرط. تعال نشوف عن طريق الرسمة. حناخذ البي، حناخذ اكزامبل صغير، حنعتبر البي هي مثلا 3، هون 3 يعني هون 3 يعني هون 3 هون كمل 3، يعني هون البي هي شو 3، يعني هون شو وين هي عند 3. طب هنا طيب عندنا الايجرك ايجال 3. طيب كيف نقدر نحدد عن طريق الرسمه؟ هذه ايكواسيون تاع الدروات تاع لاين، كيف نقدر نحددها؟ يوم بدنا نروح على الاكس تاع الايجراك تاع الواي، يعني هيدا اللي هون. يوم بدنا نروح على الترو على الثري، يعني نعيد مثلا 0 1 2 3، يعني 0 1 2 3 عند الثري، شو بنعمل؟ بنعمل خط يكون بارلل على الاكس تاع الاكس، هذا الاكس تي اكس، نعمل الخط بارلل عليه. هيك نحن شو بنعمل؟ كان عملنا الايكواسيون تاعت الدروات ايجراك ايجال 3. طب هنا هذا هو، لاحظوا الإجراك قال تروى، هذا هو
هذا هو اسيمتوت اوريزونتال. ليش مسميه اسيمتوت اوريزونتال؟ لانه اسيمتوت اوريزونتال على هذا الكور تاع السي، لانه عندنا الليميت للاف اكس، لما تكون اكس رايحه على الانفيني وين الاكس؟ هذا الاكس تاع الاكس، لما تكون اكس رايحه على الانفيني. طيب شو عم يصير لما تكون رايحه على الانفيني؟ الاف اكس الليميت على الاف اكس شو عم يكون؟ عم يكون 3. يعني هون عندنا نحن اتفقنا هون 3 ناخذها. طيب مثل ما شايفين لما تكون الاكس رايحه على الانفيني شو عم يصير؟ الاف اكس الليميت على الاف اكس الليميت على الكورب هذا اللي هون عم يقرب على 3، عم يقرب على 3، عم يكون قريب على 3 كثير تاع الاجرك يعني. انتبهنا؟ مشان هيك صار اسمه هيدا اسيمتوت اوريزونتال. عندنا هيدا اسيمتوت فيرتيكال لانه جايب الفيرتيكال ومتوفر عندنا شرط واحد من هدول، وهيدا اسمه اسيمتوت اوريزونتال لانه مثل ما شايفين هو اوريزونتال ومتوفر شرط عندنا، هذا الشرط متوفر. لاحظوا لما تكون اكس رايحه على الانفيني شو عم يصير؟ الليميت على الاف اكس عم يكون قريب كثير على التروا، قريب كثير على التروا بس منه ضائق فيها لهيدي التروا، هيدي الثري يعني. فصار اسمه اسيمتوت اوريزونتال. نرجع هلا على الاسيمتوت اوبليك. عندنا الايجراك ايجال ا اكس بيز بي، هي بنقول عندنا اسيمتوت اوبليك. امتى لما بكون الليميت لهيدي بتساوي زيرو، عندنا الاف اكس ناقص هيدي الدروا، لما بكون اكس رايحه على البيس لانفيني، او عندنا هيدا الشرط الثاني يعني يا هيدا يا هيدا، لما بكون اكس رايحه على المون لانفيني. طيب حناخذ اكزامبل على هيدا الشيء. عندنا هذا الدروات هيدا اللاين وعندنا هيدي الفونكسيون. طيب بدنا نشوف، طلب منا بالسؤال بدنا نشوف اذا هيدا الدروات هيدا اللاين اذا هو اسيمتوت اوبليك او لا. طيب كيف فيني اعرف اذا هو اسيمتوت اوبليك؟ وين؟ بالبليس لانفيني. يعني شو بدنا نستخدم؟ بدنا نستخدم هيدي الفورمولا، هالفورمولا. طيب لحتى اقدر اعرف اذا هو اسيمتوت اوبليك ولا لا بدنا نستخدم هيدي الفورمولا، هالفورمولا. ليش بدنا نشوفها؟ لما نكون بلس لانفيني، على بلس لانفيني، لانه هو طلب منا نشوفها على البلس لانفيني. طيب تعال نشوفها اذا هي اسيمتوت اوبليك ولا لا. شو بدنا نستخدم؟ نطبق عليها هيدي الفورمولا، هالفورمولا كون اكس تنفر بلس لانفيني، يعني الاكس تنت تو بلس لانفينيتي. عندنا الاف اكس، مين هي الاف اكس؟ هي هيدي، لاحظوا اف اكس، بكتب الاف اكس، اكس بلس 1 بلس راديكال ال x2 plus 4x plus 5 plus 5. طيب كتبنا ال fx، هاي ال fx مو ماينس، نكتب ماينس ax plus b. مين هي ال ax plus b؟ هي الدروات، هي اللاين اللي عم نشوفها اذا هي اسيمتوت اوبليك ولا لا. طيب نحن مين عندنا هون الدروات؟ مين هو اللاين؟ هو y. شو بتساوي؟ dx plus 3، يعني انا 2x plus 3. فبنكتبها هي هيدي الدروات، هيدا الدروات اللي عم نشوف اذا هو اسيمتوت اوبليك ولا لا على هيدي الفونكسيون، على هيدي تبعنا على الكورب هذا. طيب شو بدنا نبرهنه؟ بدنا نشوف اذا هو بيساوي ايجال زيرو. اذا كان ايجال زيرو يعني عندنا الايجراك ايجال دو اكس بلس 3، هيدا الدروات هيدا اللاين بيكون اسيمتوت اوبليك. اذا ما بيساوي زيرو يعني منه اسيمتوت اوبليك. طيب تعال نشوف شو بيساوي عندنا. طيب هو شو بيساوي هذا؟ ايجال ايكوال، بدنا نعمل له كالكيل اكيد. عندنا هون اكس وعندنا موان دي اكس، نعملهم مع بعض. يعني هون شو بصير؟ ايجال عندنا الليميت هون اكس تنفر بلس لانفيني، عندنا اكس موان دي اكس. شو الجواب؟ جواب موان اكس. طيب تعال نحط اول شيء نكتب هيدي، عندنا هون اكس 2 بلس 4x بلس 5. طيب تعمل هنعمل كالكيل لهيدول مع بعض، نعمل كالكيليت. عندنا x موان دي اكس، شو جواب؟ جواب هو موان اكس. عندنا 1 موان 3، شو الجواب؟ عندنا 1، اذا دخلنا الموان، اذا دخلنا الماينس لجوا عندنا موان 3 ماينس 3. عندنا 1 موان 3، شو الجواب؟ جواب هو موان 2 ماينس 2. عملنا كالكيل لها. طيب كمان حياخذ الموان فاكتور كمان هون كمان مشان نظبط شكلها اكثر. عندنا هون شو مكتوب؟ عندنا راديكال بلس 4x بلس 5. طيب شو عندنا هون؟ عندنا مو عندنا ماينس ماينس، حناخذها فاكتوركم ما هيك بهالشكل عشان نكون نظبط لها شكلها اكثر. بلس 2 مثل ما شايفين اخذناها فاكتوركم ما مشان نقدر نعمل كالكيول. طيب هلا هون شو بصير الجواب؟ طيب اذا نعمل لها كالكيول بصير عندنا لانفيني مو لانفيني، يعني بصير عندنا فورم اند ديترمينان.
طيب نحن اخذين بدرس الليميت اذا بيطلع عندنا فورم انديترمينيت يعني انديترمينيت فورم شو بنعمل؟ بنحاول نغير من شكل الليميت اللي معنا. نحن هذا الشيء شرحناه بالدرس الليميت اللي اخذناه من قبل. اذا طلع هلا هون اذا نعمل كالكيول طلع لنا لانفينيت مول لانفينيت، لانفينيت مول لانفينيت هي فورم انديترمينيت، انديترمينيت فورم. اخذين نحن درس الليميت اذا طلع عندنا فورم انديترمينيت يعني انديترمينيت فورم بنحاول نغير من شكل من شكل الفونكسيون اللي معنا. طيب كيف فينا نغير من شكلها؟ اذا بتلاحظ انه هون نحن اذا اعتبرناها هيدي اسمها A A هيدي B B. طيب شو بنلاحظ عندنا A موان B عندنا A موان B. طيب الـ A موان B اذا ضربناها ب A بلس B شو بصير عندنا؟ بصير عندنا A2 موان B2 يعني A A سكوير ماينس B سكوير. كمان نفس الشيء هون انا حعمل حاحاول اضربها ب A بلس B يعني عندنا A بلس بلس B. طيب حاول اضربها بها بنفسها بس هون بدل مو ححطه بلس عشان يطلع معي هذا الشكل. بكون احنا غيرنا من شكل الفونكسيون اللي معنا عشان نقدر نطلع جواب الليميت. طيب حنشتغل هالشكل الشغل لكن يعني هي شو بتساوي؟ هون عندنا الليميت هون اكس تنفر بلس لانفيني عندنا هون راديكال للاكس 2 بلس 4 اكس بلس 5 موان x بلس 2. احنا شو اتفقنا؟ انه حنضربها بنفسها هي ذاتها بس بدل الموان حنحطه بلس 4x بلس 5. طب هنا هون محل الموان حنحطه بلس عشان نضرب a موان b a بلس b x بلس 2. بهالشكل انا اسم نقص الشغلة واحدة. ليش؟ انه هون هدول ما بيسووا بعض. طب انه هون في ايجال هلا هدول ما بيسووا بعض حتخليهم يسووا بعض. مثل ما ضربت برقم لازم اقصهم بنفس الرقم مشان حافظ على الايجاليتي اللي معي انا ضربت بهالرقم ضربنا بهذا الرقم فبقصهم على نفس الرقم اللي ضربت فيه مشان نحافظ على الايجاليتي اللي معنا. مثل ما اتفقنا نحن هلا عم نحاول نغير من شكل الفونكسيون اللي معي. ليش؟ منشان نقدر نطلع الليميت. ليش؟ انه نحن هون طلع معنا فورم انديترمينيت وهالشيء نحن شرحناه بدرس الليميت. اذا طلع معنا فورم انديترمينيت بنحاول نغير من شكل الفونكسيون اللي معنا مشان نقدر نطلع جواب الليميت. طيب لكن هلا شو صار عندنا فوق؟ اعتبرنا هيدي A وهيدي B صار عندنا A موان B A بلس B. طيب الـ A موان B و A بلس B شو الجواب تاعها؟ عندنا هون إيجال إيكوال عنا A موان B A بلس B عنا. لكن هذه اللي اعتبرناها A إذا رفعناها وكرر عملنا لها سكوير شو بتروح؟ تروح الراديكال تروح الروب. فشو بيفضل عنا فوق؟ عنا الليميت لكن هون إكس تنفر بلس لانفيني. هذه إذا نرفع وكرر نعمل لها سكوير شو بتروح؟ تروح الراديكال تروح الروب. فشو بيفضل؟ إكس وكرر بلس 4X بلس 5. نحن هون عنا A موان B A plus B بصير A2 موان B2. طبعا شو بصير عندنا؟ A2 موان B2 يعني هيدا عم نرفع او كاري نعملها سكوير كمان نفس الشيء هيدا نعملها سكوير بكون جواب هدول مع بعض. لكن هون شو جوابها؟ بلس 5 موان B2 اعتبرنا نحن هيدي ال B ال X plus D ال X plus 2 اعتبرناها هي ال B اللي هي البي. هلا بنرفع او كاري مشان نطلع جوابها عندنا اكس بلس 2 او كاري. بهالشكل طلعنا جواب النيميراتور. النيميراتور عندنا النيميراتور اللي فوق هذا هو جوابه هو A2 موان B2. طيب ليش؟ انه عندنا A موان B A بلس B جوابه A2 موان B2 يعني A سكوير ماينس B سكوير. هلا بنجيب الدينوميناتور. الدينوميناتور بنخليه هو زيته انه ما فينا نغير فيه شيء. بلس اكس بلس 2 طيب ايكوال ايجال. مثل ما احنا شايفين هون بدنا نعمل شويه كالكيول عنا اكس بلس 2 او كاري اكس بلس 2 سكوير بنطلع جوابها. شو الجواب تاعها؟ يلي هي اكس او كاري بلس 4 اكس بلس 4 اكس بلس 4 مظبوط؟ عنا A2 بلس 2AB بلس B2 هذا هو جوابها. طيب محل الاكس بلس 2 او كاري
اكس بلس دي او كاري هشيلها واحط بدلها هيدي مشان اوفر كتابه انا، لكن حنشيل هيدي ونكتب الجواب تاعها. شو الجواب تاعها؟ هيدا رح نكتبه هون. كنا شايفين. طيب كمان شو عنا هلا؟ كمان بدنا نعمل كالكيل بالنيميراتور، بالنيميراتور اللي فوق عنا اكس او كاري اكس سكوير ماينس اكس سكوير، عنا اكس او كاري مو اكس او كاري بيروحوا بعض، ما مزبوط؟ عنا 4x موا 4x، إذا دخلنا الموا لجوا الماينس لجوا بصير عنا 4x موا 4x كمان بيروحوا بعض. عنا هون 5 موا 4، عنا 5 ماينس 4، شو الجواب؟ لكن بالنيميراتور شو بفضل بالنيميراتور؟ بالنيميراتور بفضل شو؟ 1 بفضل. لكن شو بنكتب هون بالنيميراتور فوق؟ شو بفضل؟ فضل عنا 1. طيب نرجع على الدينومينيتور، الدينومينيتور بنخليه هو زيته، ما فينا نغير شيء فيه لأنه طيب هلا بدنا نطلع جواب الليميت. مثل ما شايفين عندنا رقم عم نقسمه، عندنا الإكس لوين رايحة؟ رايحة على الانفيني، يعني هون كأنه الانفيني، يعني رقم بالنيميراتور في عنا رقم، بالدينيميراتور هو لانفيني، انه الاكس لوين رايحه على لانفيني، يعني شو يكون الجواب؟ لكن يكون الجواب زيرو، زيرو، لانه رقم عم نقسمه على رقم لانفيني، رقم كبير، يعني كان اذا كان الدينيميراتور تحت رقم كثير كبير، الرقم بيكون عم يقرب على الصفر، يعني اذا جبنا الحاسبه حطينا بالدينيميراتور رقم كبير حيطلع معي رقم قريب كثير على الزيرو، اذا هسه كبرت الرقم اكثر حيكون هسه قريب اكثر على الزيرو، يعني كل ما كبر الدينومينيتور كل ما كبرنا جواب الدينومينيتور، الدينومينيتور الرقم الجواب اللي معي حيطلع قريب حيقرب اكثر اكثر على الزيرو، يعني هون شو جواب الليميت؟ حيكون زيرو. ف هذا على شو بيدل؟ بيدل انه دي اكس بلس 3 هي اسيمتوت اوبليك، ليش؟ انه طبقنا عليها هالفورميلا، هالفورميلا شو طلع معي اخر شيء؟ طلع معي زيرو.